السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حلويات مايا. اليوم ان شاء الله نحضر معكم بحلاوة كتجي رائعة، كتجي لذيذة بزاف، كتجي مقرمشة ومورقة. نتمنى تعجبكم هذه الوصفة وتتابعوا الفيديو للاخير وما نطولش عليكم الفيديو. يلا نبداو. اول حاجة غناخدو بيضة كاملة اللي تكون بدرجة حرارة المطبخ، غنضيف عليها 110 غرام من الياغورت، وغنضيفو كأس من الماء اللي يكون عادي، غنضيف ملعقة صغيرة من الخل، وغنضيف ملعقة صغيرة من ماء الزهر. نحرك المكونات جيدا، غنضيف كأس معمر من الزيت، وغنضيف قبسة ملح، غنضيف ملعقة كبيرة من سكر سنيدة، غنضيفو 7 غرام من سكر فاني، غنحركو المكونات جيدا، وغنبداو نضيفو تدريجيا الدقيق ديالنا. بالنسبة ليا احتاجيت 500 غرام من الدقيق الأبيض أو ما يعادل نصف كيلو، ودائما الدقيق كيبقى على حسب النوعية ديالو، حيت كاين الدقيق اللي كتشرب السوائل وكاين اللي ما كتشربش السوائل. غنضيفو 7 غرام من خميرة الحلويات وغنستمر في التحريك. غنستعمل اليد ديالي باش نتحكم في العجين، نستمروا في العجن بهذه الطريقة. حتى كتصبح العجين ديالنا بهذا القوام وغنحطوها جانبا ترتاح. غنحتاجو للتوريق نصف كأس من الزيت و 150 غرام من الزبدة. غنوضعو الزبدة ديالنا في كاسرونة، غنضيفو عليها الزيت وغنوضعوها على النار حتى تذوب جيدا. من بعد ما ذابت لينا الزبدة ديالنا والعجين ديالنا ارتاحت كما كتلاحظوا شلق الخيط، غنوضعوها فوق سطح العمل وغنحاولوا نفرغوا منها الهواء بهذا الشكل. غنوضعوا القليل من النشا فوق سطح العمل، وغنوضعوا عليه العجين، وغنضيفوا فوق النشا، وغنبداو نمدوا فيه باستعمال المدلك بهذا الشكل. نستمروا بهذا الشكل حتى كتصبح العجين ديالنا بهاد السمك. دابا غنوضعو الزبدة ديالنا هي والزيت اللي ذوبنا، نحاولو ندهنوها جيدا. وغنضيفو النشا ديالنا،
غنحاول نجمعوا العجين ديالنا بهذا الشكل، وغنعاودو نرشوه بالزبدة والزيت، وغنرشوه بالنشا، وغنطويو العجين ديالنا على هذا الشكل. غندهنوه جيدا بالزبدة وغنطويوه على هاد الشكل، وغنبداو نمدو في العجين ديالنا. نرشو العجين ديالنا بالنشا، دابا غنقطعو العجين ديالنا لنصفين كما كتلاحظوا، كتجي مورقه بزاف. غناخدو نصف ديال العجين وغنوضعو عليه النشا، وغنبداو نمدو فيه بهذا الشكل كما كتلاحظوا، العجين ديالنا كيتمدد بكل سهوله. غنستمروا بهذا الشكل حتى كتصبح العجين ديالنا بهذا السمك، وغنوضعوها في صفيحة الفرن. نقادوها جيدا وغنبداو نقطعو الزوائد ديال العجين. من بعد ما مددنا العجين ديالنا دهناها بالزبدة، وغنحتاجو الحشوة كاوكاو اللي حمرناه وهرمجناه، وغنحتاجو كذلك القرفة. غنبداو نوضعو في كاوكاو ديالنا على العجين بهاد الشكل، غنضيفو القرفة. من بعد ما وضعنا الحشوة ديالنا، غناخدو قطعة العجين التانية واللي مددناها بنفس الطريقة، غنوضعوها على الحشوة، نحاولو نقادوها جيدا. غنبداو نحيدو في الزوائد ديال العجين بهاد الشكل، دابا غنقطعو العجين ديالنا على أربعة، على هاد الشكل، وغنقطعوها على تمنية. وغنبدا نقطع في شرائط بهاد الشكل.
بهاد الشكل كما كتلاحظوا الطريقة جد سهلة. دابا غنبدا نقطع في معينات على هذا الشكل، وغنستمر بهذا الشكل تنكمل العجين ديالي كامل. هذا هو الشكل ديال البحلاوه ديالنا من بعد ما قطعناها. دابا غنرشوها بالزبده، نحاولوا نرشوها جيدا وغندخلوها الفرن لمده 35 دقيقه. هذا هو الشكل ديال البحلاوه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفرن. دابا غنسقيوها بالعسل بعد ما سقينا البحلاوه ديالنا. دابا غندخلوها للفرن اللي يكون مازال سخون حتى كتشرب. هذا هو الشكل النهائي ديال البحلاوه ديالنا من بعد ما شربت لينا العسل. كما كتلاحظوا كتجي رائعه، كتجي مورقه بزاف وكتجي مقرمشة. نتمنى تعجبكم هذه الوصفة، وتابعونا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وإلى اللقاء ان شاء الله.